ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فيها إفادة، باش غنسولوا المواطنين كي جاتكم المبادرة الملكية. يعني أي واحد بغى يشري شي شقة غدعموا الدولة ب 10 ديال المليون. إلا بغيتوا تعرفوا المواطنين كي جاتهم هاد المبادرة هادي أجوا معايا. وعليكم السلام. أستاذي بخير. الله يحفظك، الله يبارك فيك. أشنو ظهر لك في هاد المبادرة الملكية بأن أي واحد غي يشري شي شقة غتعاونوا الدولة ب 10 ديال المليون؟ هو أولا وقبل كل شيء كمغربي وطني حر كنحيي جلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة اللي قدمها للشعب ديالو واللي كيبغيه من القلب، وهي مبادرة إنسانية وأخلاقية، وسيدنا الله ينصرو ويطول لنا في العمر ديالو دائما كنتظر منه هذا الشيء. وانت أستاذ اش بالك غتستافد من هذه المبادرة هذه؟ أنا حاليا أنا كندوي على نفسي، أنا ما غاديش نستافد منها. إذا عندك الملك؟ أنا عندي الملك ديالي، ولكن للناس اللي ما عندهمش الملك وتلاحوا في هذا الدومين ديال السكن الاقتصادي والكريديات وداك الشيء، عرفتي راه دار فيهم الملك واحد الخير كبير بزاف، راه غتستافد منه تقريبا جل الطبقات اللي هي الفقيره وحتى المتوسطه. لكن دابا مسكين اللي خدا سكنه كريدي وفي الاخر جاه ضرر او لا خرج من العمل ديالو ما قدرش باش يكملها. ومن هذا المنبر اش بغيتي تقول لجلاله الملك؟ كنقول لجلاله الملك انا تراب ديال رجليه التاج ديال راسنا هذاك اللي دار احنا معاه فيها، وعاش الملك دائما، عاش الملك، عاش سيدنا. كي داير استاذ بخير؟ لاباس الله يطول عمرك. كي جاتك هذه المبادره الملكيه بانه غيعاون يعني ب 10 ديال المليون اي واحد بغى يشري شي عظيمه لابارتومون؟ عظيمه جلاله الملك ديما تيخدم معنا مع الشعب، وفرحانين اللي دار جلاله الملك هذا الفرحة الكبير. اول مره في عندنا في المغرب، في المغرب كاين هذه المبادره عجيبه. هذه المبادره هذا الشيء اللي تيدار عظيم، ملك عظيم نصره والله ما العز. وانت الشريف غتستافد من هذه المبادره؟ انا فرحت به، فرحت بهذا الشيء اللي دار جلاله الملك، وفرحانين في هذا الشعب وهذا الشيء اللي دار معنا، والخدمات اللي تيخدم جلاله الملك نصره الله ويخليها لينا هاد البلاد العظيم. امين يا رب. وانتم الصحافه عجيبين اللي تلقوا خبرنا وتتلقوا لينا فاش نستافدوا. الله يكبر بك. الله يعطيك الخير. اللي شي شقه يعني غتعاونوا الدوله ب 10 ديال المليون. وشكون اللي ما غاديش يبغي هذه المبادره وهي زعما فيها بزاف ديال الفوائد بالنسبه للشباب اللي بغاو يتزوجوا؟ ما اي واحد فاش غادي يشوف هذه المبادره وغادي يستطاع انه يشري شي دار ديريكتومون غادي يفكر في الزواج، دوكو غادي نكونوا حلينا بزاف ديال المشاكل منهم على العزوف عن الزواج وبزاف ديال الحوايج. كنشكرو. وانت يعني غديري واحد الطلب باش تستافدي من الدعم هذا؟ وضروري ضروري زعما ضروري غادي نديروا هذا الطلب، ونتمنوا اننا نستافدوا منه، وان شاء الله تنتمنوا يكونوا بزاف ديال المبادرات بحال هكا باش يتحلوا بزاف ديال المشاكل ديال الشباب. المهم يتحلوا لهم بزاف ديال المشاكل. وشنو هي الرساله اللي غتوجهي لجلاله الملك؟ كنشكروه بزاف على هذه المبادره، وكنتمنوا له ان شاء الله الصحه وطول العمر، وكنتمنوا ان شاء الله يزيدنا في المبادرات حيت محتاجينهم كشباب بزاف ديال المبادرات دابا محتاجينهم، وان شاء الله الله ينصروا على من عاده. شكرا. شكرا. الحمد لله الله يحفظك. في اخبارك هذه المبادره الملكيه الدعم ديال يعني الا بغيتي تشري شي شقه غتعاونك الدوله ب 10 ديال المليون؟ سمعت اخويا واش نقول لك، انا كنشكر سيدنا والله يشافيه لينا. المهم هادشي اللي سمعته اخويا كيشجعك باش تعاون، فهمتي، باش دير شي حاجه في حياتك، باش دير شي دويره، باش دير شي دويره. دابا شحال من واحد مسكين ما عندوش سكن، فهمتي، كيفكر حطيت 30 مليون اللهم 20 مليون 10 مليون يعاونك بها سيدنا، ماشي يعاونك بها شي واحد اخر. كنت مع قرار ملكي انا، داكشي 100% موقن اخويا، فهمتيني. هادشي اللي غتستافد من هذه المبادره هذه؟ وان شاء الله علاش لا اخويا، فهمتيني، ان شاء الله علاش لا، هذا راه فهمتيني، هذا راه دعم لينا كامل. الله يديك. الا كان هذه سمعناها البارح، الا كانت مبادره من صاحب الجلاله راه الحمد لله، الله يجعل ربي يطول لنا في عمره ويجيب ليه الشفاء ويخلي ليه وليده. وهذه مبادره ماشي راه غادي يعتق الملايين ديال المواطنين، حيت حنايا كاينين بحال دابا انايا ما عنديش عمل قار باش ناخذ اوراق باش ناخذ كريدي باش ندفع في البرطمان. انا دابا عندي وليدات وخدام ديال راسي حر، فهمتي، من غادي يعطينا هاد 10 المليون راه غادي بحال غادي راه
الله يطول لنا في عمره. هادشي اللي غنقول لك. انت غتدفع على الدعم؟ ضروري ما غندفع، راه انا من الاولين غادي ندفع. علاش؟ حيت راه الكرا راه من 2000 وانا كاري، فهمتي؟ ماشي فحال دارك. شنو اخبارك المبادره الملكيه اللي دار سيدنا بان اي واحد غيشري شي شقه غتعاون مع الدوله ب 10 ديال المليون؟ الله اكبر، هذه هي مبادره اللي كنت كنتسنى مده سنين هذه، باش نتمنى تكون شي مبادره بها هكا ان شاء الله. هذه المبادره نبدا بها على الاول ان شاء الله. نتمنى حتى انا نتزوج، نكون من هذوك الشباب اللي ما كيضيعوش وقتهم. نتمنى من الشباب حتى هما يكونوا بحالي ان شاء الله، يطوروا راسهم ياخذوا هذه المبادره هذه. غتدفع لنا الدعم وغتستافد منه؟ انا مستعد من غد ولا من اليوم نستعد ان شاء الله. باغي تشري بارتمون باش تتزوج ان شاء الله؟ ان شاء الله نتزوج ونبقى. عجباتك المبادره؟ بزاف والله، تحيه ولا دابا فرحتيني، الله يفرحك في هذا النهار. وشنو الرساله اللي توجه لجلاله الملك؟ نتمنى الجلاله الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله يا سيدنا، وان شاء الله والله يرحم تبوس. والله اقسم بالله كان محمد بعبي، والله يرحم تبوس. والله الناس اللي كيعرفوا تبوس شتي من سمعت هذه المبادره؟ كل اللي كنتعدى حيت سيدنا عزيز علينا وكامل. والله خلي ما خليتني دابا خليك كما نقول بكل تواضع. والله كل التواضع كامل. الله يخلف على سيدنا، والله يكرمه، الله يخلي له صحيحته ويخلي له وليده. امين. ويجعل لنا البركه في وليده وفي بنياته وفي الاسره العلويه. مالك ديالنا صاحب الفقراء، يا ربي تكرمه. امين. يا ربي كيفرحنا، يا ربي تشافيه وتعطيه منويتي في خطوه. امين امين. وانت غتستافد من هذه المبادره؟ معلوم انا تستافد، انا باذن الله سبحانه وتعالى قالها سيدنا، انا الاول اعوذ بالله من قلت انا نستافد. انا ما عنديش استافد. غندفع لهذا الدعم هذا؟ غندفع لهذا الدعم. علاش؟ حنت انا اعوذ بالله من قلت انا جندي متقاعد وكنخلط الكرا 22000 ريال، ويجعل لنا البركه وليدو ويخلي لنا الاسره العلويه. الله يكبر به. ما كاينش هذه المبادره، ما كايناش عالميا، كاينه عند سيدنا في المغرب. مالك الفقراء، مالك الفقراء.